من غرفة تحرير ماغوك 6، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عناوين بارزة. ترأس أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس يوم أمس بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية الذي ألقاه نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند تحت عنوان أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاة. توزع وحدة الحرس الملكي 5000 وجبة إفطار يومياً لفائدة الأشخاص المعوزين بعدة مدن مغربية، تنفيذاً لتعليمات جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية خلال شهر رمضان المبارك. وقع يوم أمس بالرباط الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وسفير فرنسا بالمملكة المغربية ومديرة الوكالة الفرنسية بالرباط اتفاقية تمويل وقرض بمبلغ إجمالي يناهز 134 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية. وفي خبر آخر، كشفت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي هبت على مناطق مختلفة من قطاع غزة تسببت بغرق مئات الخيام مع تطاير أخرى يقطن بها آلاف النازحين، مطالبين الجهات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بضرورة توفير مراكز إيواء لهم في ظل الأوضاع الصعبة والحرب المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي الخبر الرياضي، أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم عن عقد الناخب الوطني وليد الركراكي ندوة صحفية يوم الخميس بقاعة الندوات بملعب أكادير قبل مواجهة منتخب أنغولا ودياً يوم الجمعة، والوافدون الجدد للمنتخب الوطني عبروا عن فخرهم بتمثيل المغرب. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.